نبدأ على بركة الله هذا اللقاء الطيب وهذه الندوة المباركة التي تحمل عنوان هام جدا، وهي العلاقة بين الدين والوطن. في بدء الأسبوع الثقافي في مسجد مصطفى محمود تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتأتي هذه الندوة في موعد مهم جدا، بل هو وقت الساعة. استشهد الأوطان في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن منحنى خطر جدا. هذا المنحنى يتمثل في محاولة هدم القضية الفلسطينية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، بل ودفع إخواننا الفلسطينيين قسرا للتهجير القسري نحو سيناء ونحو الأردن، وهذا ما ترفضه السيادة الوطنية المصرية. نحن مع الدم الفلسطيني، نحن مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وأكثر دولة في العالم قدمت دماء وشهداء لصالح القضية الفلسطينية هي جمهورية مصر العربية، ولكن في نفس الوقت نحافظ على السيادة الوطنية المصرية وعلى الأمن القومي المصري. هذا يأتي في صميم موضوع الندوة، ونتذكر حب الحبيب لوطنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى تحل البركة على كل السادة الحاضرين، فلنبدأ هذا اللقاء الطيب بالصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. نتذكر قبل بدء هذه الندوة وقبل أن نرحب بضيوف هذه الندوة كلام الحبيب المصطفى الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن وطنه عندما أجبر على ترك مكة. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا إن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفي قول آخر: ما سكنت غيرك. وعندما ذهب الحبيب المصطفى وازدانت المدينة المنورة بنور الحبيب، أحب الحبيب المصطفى المدينة المنورة ودعا للمدينة المنورة ولأهل المدينة المنورة. أيضا هناك الكثير من الأنبياء الذين دعوا لأوطانهم. نتذكر أيضا سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عندما دعا لمكة المكرمة وقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فعندنا من القرآن الكريم والدين الإسلامي الكثير من الأدلة التي تقول إن حب الأوطان من الإيمان. لن أطيل على حضراتكم، ولكني أرحب بضيفي الكبيرين في هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ السيد مسعد وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة. أهلا بفضيلتك وسعداء بوجودك معنا في هذه الندوة. نرحب أيضا بفضيلة الدكتور محمد عبد العالي الدومي خطيب مسجد مصطفى محمود، أهلا وسهلا. ولنبدأ الآن بالاستماع إلى كلمة فضيلة الدكتور السيد مسعد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، كما قال أخي الأستاذ خالد، إننا في حاجة إلى التذكير بأهمية الوطن الذي نحيا فيه. وأقول إن الوطن لا يموت فينا، وإنما
نحن نحيا به وفيه، والأوطان لا تباع بالأثمان وإنما بالأرواح والأبدان. بالأرواح والأبدان نفديها. في عهد سيدنا سليمان عليه السلام وسيدنا داود جاءت امرأتان قد عدا الذئب على ابن إحداهما، على ابن إحديهما، كل امرأة منهم معها صغير، أخذ الذئب ابن واحدة منهما، فجاءتها تحتكم إلى سيدنا داود عليه السلام، فلعل الكبرى كانت ألحن حجة أو كانت أكثر قرينة، فقضى به نبي الله داود للكبرى، قضى بالولد الموجود للكبرى. الذئب أخذ طفلا، بقي واحد. الكبرى قالت ابني والصغرى قالت ابني، فقضى به نبي الله داود للكبرى. فجاءت إلى سيدنا سليمان فسألهما ماذا قضى نبي الله داود؟ قالت قضى به للكبرى. قال أعطوني سكينا. لماذا؟ قال لأشق الولد بينكما نصفين، كل واحدة تأخذ نصفا. فقالت الصغرى يرحمك الله لا تفعل، هو ولدها. فقضى به لمن؟ للصغرى، لأن التي لا ترضى بقسمة الولد هي أمه. وكذلك الأوطان، الأبناء الحقيقيون لا يرضون بقسمة الوطن ولا يرضون بضياعه، أما أدعياء الوطن الذين يتشدقون بالكلام ويفرقون ما بين الدين والوطن، بل ويجعلون العلاقة بينهما علاقة تضاد وهو ليس كذلك. هؤلاء كالأم الكبرى المزيفة التي رضيت بأن يقسم الولد لكي يشاركها غيرها في مصيبتها، فلا يهمها أن يحيى الولد أو يموت، إنما يهمها أن تتساوى في مصيبتها هي والأخرى. الأوطان لا تقدر بثمن، الأوطان تحيا فينا، ونحن لسنا بحاجة إلى أن نتذكر أوطاننا، بل نحن بحاجة إلى أن نلتف خلف قيادتنا للدفاع عن الأوطان. كما قلت في حديثي، ربما فرق أناس لغرض ما بين الدين والوطن ويجعلون العلاقة بينهما علاقة تضاد، فلا يكون متدينا من يحب وطنه ويؤمن به. وإذا رجعت إلى القرآن الكريم تجد أنه لا تضاد بين الدين والوطن. فالله عز وجل قد فضل المهاجرين لأنهم خرجوا من أوطانهم، وأضافها الله سبحانه وتعالى إليهم، سماها الديار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. إذا لم يكن الخروج من الوطن هذا عمل شاق قد فعلوه، فلماذا فضلهم القرآن الكريم على غيرهم؟ إنما فضلوا لأنهم تركوا أوطانهم من أجل الله عز وجل. يعلمنا ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي كان يحب مكة وهي وطنه حباً كثيراً، حتى إذا ما انتقل إلى المدينة سأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليه المدينة كحبه مكة أو أشد. وعندما ذهب إلى ورقة بن نوفل وكان لا يعلم أنه رسول الله، النبي كان لا يعلم بعد أنه رسول الله، عندما قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لم يستنكر الرسول الأذى، وإنما استنكر أن يخرجه قومه من مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن عدم النصر أو الخذلان أو الأذى هذا كله لا يساوي شيئا بجوار إخراجه من وطنه. أو مخرجي هو هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: لم يأتي نبي بمثل ما أتيت به إلا أوذي وعودي. فالخروج من الوطن صعب على النفس، ولذا سوى الله سبحانه وتعالى بينه وبين القتل. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الديار لم يحدث إلا إذا كان الإنسان أخرج، لم يخرج هو، أخرج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أو يخرج الإنسان من وطنه عقوبة، فلقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة في جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال ربنا سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الأرض هنا المقصود بها الوطن، إذ لو كانت الأرض على جملتها فأين يذهبون إذا كانوا سيخرجون من الأرض أو ينفوا من الأرض؟ فينفى من وطنه عقوبة. فالإخراج من الوطن إما أن يخرج الإنسان قهرا عنه أو عقوبة لهذا الذي سيخرج، هكذا جاء في القرآن الكريم. فالعلاقة بين الدين والوطن، حب الوطن من الإيمان، وحب الوطن هو الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، بل فطر المخلوقات كلها على حب الوطن. فالإنسان الذي يحب وطنه يفتديه بالروح وبالبدن وبالمال وبالدعاء وبالكلام وبكل شيء يقدر عليه. فالدعاء للوطن هو من سنة الأنبياء والمرسلين، فهذا نبي الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام يقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وفي سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتوحيد الله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا حينما يكون الإنسان آمنا في وطنه، والاقتصاد لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان آمنا في وطنه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والأمن نعمة من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا في أوطاننا، فينبغي أن نحافظ على تلك النعمة. إن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر مصر في القرآن في أكثر من 30 موضعاً، فهي مصر صراحة، وهي الأرض، في قول سيدنا يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، وهي المدينة، في قوله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وقال نسوة في المدينة، وهي ما قال الله سبحانه وتعالى فيه: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، إلى غير ذلك في قرآن ربنا سبحانه. عندما تنظر إلى كلمة الأمن آمنين، تجد أن الله عز وجل قد ذكرها مع جنته ومع حرمه ومع مصر. فيقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ويقول عن حرمه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه وتعالى عن مصر على لسان نبي الله يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقرن الله سبحانه وتعالى بينها وبين البلد الحرام مكة وبين بيت الله المقدس في قول الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون، وهو إشارة إلى بيت المقدس الذي بارك الله سبحانه وتعالى حوله. والتين والزيتون، وطور سينين، جبل الطور في مصر الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين مكة، فما كان لبلد كرمه الله عز وجل وجعله آمنا إلا أن نحافظ عليه ونتحد ونسير خلف قيادتنا ندافع عن أوطاننا بكل ما نملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. أكتفي بهذا القدر، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكراً جزيلاً لفضيلة الدكتور السيد مسعد، وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة. هنا في سؤال بيفرض نفسه، ونحن نتحدث عن الأوطان وحب الأوطان وحماية الأوطان: ما الذي جعل القضية الفلسطينية حية حتى الآن؟ هو تمسك أهل فلسطين بالأرض وعدم ترك الأرض. لو كان تم تهجير الفلسطينيين لما كانت هناك قضية فلسطينية. لذا كانت الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم القضية الفلسطينية والاعتراض ومنع تهجير الفلسطينيين قسرياً من بلدهم، لأن معنى تهجيرهم من بلدهم القضية الفلسطينية انتهت وما فيش وطن للفلسطينيين. التضحيات
والبطولات اللي بيعملها إخواننا في فلسطين عبر عشرات السنين هو اللي خلى الضمير الإنساني الحي يتحدث حتى الآن عن القضية الفلسطينية. إذن التمسك بالأرض والتضحية من أجل الأرض هو اللي بيخلي فيه تمسك بالدين، حب الأوطان من حب الأديان. ولما نقول إن الجيش المصري، ودايما نقول على مصر إيه؟ مصر محروسة برعاية ربانية ودعوة محمدية، فما فيش خوف على مصر مهما تمر أزمات، وياما مرت أزمات على مصر بننتصر، لأن في رعاية ربانية ودعوة محمدية ومبشرين. وما فيش مكان من محافظات مصر ولا ربوع مصر إلا فيه حد من آل البيت وحد من أولياء الله الصالحين يحرس هذا المكان بعناية ربانية ورعاية ربانية. دايما بنقول إن الجيش المصري هو جيش وطني صلب شريف، وشرفه أو صلابته مستمدة من شرفه. ليه؟ هو جيش متفرد ملهش مثيل في أي حتة في العالم. ليه؟ قبل ما أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور الدومي، الجيش المصري قوامه الأعظم من المجندين، يعني كل أسرة مصرية فيها مجند بيروح يؤدي الخدمة العسكرية ويرجع، حتى المتطوع أو الضابط فهو من أسرة مصرية، فإحنا ما عندناش جيش مرتزقة، كله مصريين. وعلشان كده عبر مئات بل آلاف السنين تكسرت على صخرة مصر الصلبة بوحدة شعبها كل الجيوش المعتادية، من أول الهكسوس مروراً بالتتار وصولاً للصليبيين وصولاً للانتصار العظيم اللي حققه الجيش المصري الشريف في عام 1973 على العدو التقليدي الذي سيظل تقليدي. وهم ده اللي بيريدوه، تأكيداً لكلام فضيلة الدكتور السيد مسعد، يريدون إخراج أهل فلسطين من أرضهم. العدو يريد ذلك، ولكن ندعم القضية الفلسطينية وندعم المخلصين للحفاظ على أوطانهم. قبل أن أعطي الكلمة لفضيلة الدكتور الدومي، نصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. فضيلة الدكتور محمد عبد العالي الدومي فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاماً على سيدنا محمد أشرف النبيين والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اهتدى بهديه أجمعين. أما بعد، أولاً أرحب بحضراتكم ضيوفاً كراماً في بيت الله تعالى، وأسعد يعني استقبالكم في هذا المكان وأنتم أهل له. أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف، وأرحب بالإعلامي القدير الأستاذ خالد سعد، وأرحب بالسادة الدعاة والعلماء. اختارت وزارة الأوقاف أن يكون ملتقانا الثقافي في هذا الأسبوع حول تصحيح بعض المفاهيم، منها موضوع هذا اليوم وهو العلاقة بين الدين والوطن. اسمحوا لي أن أعود إلى التاريخ لأطرح سؤالاً، متى أثير هذا السؤال؟ سؤال إيه؟ ما هي العلاقة بين الدين والوطن؟ تاريخياً العلماء لم يكن عندهم هذا الإشكال، يعني صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون، تابعوا التابعين، الأجيال المتعاقبة في القرون الأولى وفي القرون التالية لم يكن عندها هذا الإشكال. طب أمال إمتى اطرح السؤال ده؟ في علاقة ولا ما فيش علاقة؟ يعني العلاقة بين الدين والوطن دي تضاد ولا علاقة تكاملية ولا إيه بالظبط؟ إيه نوع العلاقة اللي بين الدين والوطن؟ طرح هذا السؤال لما سقطت الخلافة العثمانية سنة 1924، وبدأ الناس يسألون نحن ماذا يجمعنا؟ هل يجمعنا قضية الوطن اللي هو كل واحد يرجع كل بلد تتقسم ويبقى نشوف وطننا بس، ولا يجمعنا قضية دينية فنرجع لأصل إسلامي، ولا نرجع لقضية عرقية، ولا نرجع لقضية نقول قومية إفريقية وقومية أسيوية إلى غير ذلك. وبدأت من هنا الأفكار، ولأن من تصدوا في هذا الوقت لم يكونوا على القدر الكافي من طلب العلم، فلذلك وضعوا أفكاراً تسببت في الكثير من الإشكالات في حياتنا الواقعية.
ونتج عنها الكثير من أفكار الإرهاب، ذلك أنهم لم يحسنوا فهم نصوص الإسلام، لا ما جاء في الكتاب والسنة ولا ما جاء في كتب شروح الحديث أو كتب التفسير. لما نرجع لأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا الأول أبدأ بالفهم السياسي، المعنى السياسي لكلمة وطن، والمعنى الاجتماعي، المدلول الاجتماعي ليها إيه؟ كلمة الوطن معناها مقام السكن أو مقام الإقامة. فطرحوا سؤال، قال لي طيب حضرتك راجل اتولدت في مصر، وبعدين ربنا أكرمك سافرت أي دولة وعشت فيها واشتغلت فيها، قعدت 10، 15، 20 سنة بتكسب منها، وربنا جعلها مصدر لرزقك، أيهما وطن بالنسبة لك؟ وبعدين بعض أولادك ربنا رزقك بعدد من الأولاد، منهم اللي اتولد في مصر ومنهم اللي اتولد في البلد الخارجي. العلماء لما نرجع لكلامهم نفهم إن كلا البلدين لها أو لهما عليك حقوق. فيقول لي أنا مصري اتولدت في مصر، ما اتولدتش في مصر، مصر لها علي حقوق، ده الأصل. زي ما تكون حضرتك كده أسألك حضرتك منين، فتقول لي والله أنا أصلا من محافظة كذا لكن أنا مولود هنا في القاهرة. بلدك اللي هي بلد أبوك وبلد جدك وأجدادك ليها عليك حق ولا ملهاش؟ ليها. كذلك أيضا نفس مسألة الوطن، يبقى كلا البلدين لهما عليك حقوق، ده حق النشأة وحق الأصل، وبعدين الآخر ده حق الرزق وحق الحياة، إن ربنا أكرمك بالرزق فيها. طب يا ترى علماء المسلمين فهموا الكلام ده؟ آه، لما تيجي تلاقيهم وهم في كتب التراجم وفي علم الرجال كانوا يهتمون بأن يكتبوا فلان ينتسب إلى كذا، وبعدين عاش في كذا ومات في كذا. يعني على سبيل المثال لما نجيب ترجمة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أصلا مولود فين؟ ولد في غزة سنة 150 هجريا، عاش فيها سنتين، يقولوا كده عاش سنتين وبعدين أبوه مات، انتقلت به أمه إلى أصوله، رجعت به للأصل، الوطن الأصل بتاعه اللي هو فين؟ مكة المكرمة. وبعدين ارتحل من مكة للمدينة، ومن المدينة للعراق، ومن العراق لمكة، ومن مكة للعراق، ومن العراق لليمن، ومن اليمن للعراق، وبعدين جه على مصر. يبقى أصله ها مكة، ولد في غزة، عاش ما بين هذه البلدان، مات فين؟ مات في مصر. واضح هذا الأمر؟ فالعلماء يقول لك كده الشامي أصلا المصري مولدا، فكانوا يهتمون بهذا، فما فيش تعارض. وعند العلماء، عند علماء المسلمين لم يكن هناك هذا التعارض. يبقى التعارض حديث، التعارض ده جديد، نشأ إمتى؟ نشأ بعد سقوط الخلافة العثمانية. إحنا يا جماعة إيه كمسلمين، إيه اللي هيجمعنا من تاني؟ فبدأت الأفكار وكل واحد يحط فكرة، وللأسف لما يلتمس العلم عند الأصاغر، عند من لم يعني يرسخوا في طلب العلم، يكون الضياع. في علوم السياسة، ده من الناحية الاجتماعية اللي إحنا قلناه، في علوم السياسة إيه هي الدولة؟ مصطلح الدولة يطلق على إيه؟ إقليم، وبعدين عليه شعب، له حكومة، دي أركان الدولة الثلاثة. يبقى لازم في إقليم، الإقليم ده يشمل ثلاث حاجات، إقليم بري اللي هو الأرض اللي إحنا عليها. أقول لحضرتك مصر دي إيه؟ دولة. حدودها إيه؟ تقول لي بين دائرة عرض كذا وخط كذا، وتقول لي أدي حدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب السودان، ومن الشرق البحر الأحمر، ومن الغرب ليبيا. يبقى ده الإقليم الإيه؟ البري. البحري، البحري ده الامتداد اللي هي الحدود، المياه الإقليمية، وبعدين فوقها الجو، ده كل ده بتاعنا اسمه الإقليم الجوي، ده الإقليم. الإقليم ده عايش عليه شعب، الشعب ده المصري. الشعب عادة بيبقى له روابط، ليه جذور، ليه أصول، ليه تواريخ، ليه أمور مستمدة بتربطه ببعضه كله. الشعب ده مش عايش حالة هياج وحالة تفرد، إنما ليه إيه؟ سلطة حكومة، يبقى هي اللي بتدير شؤون هذه الدولة. واضح ده المفهوم السياسي للدولة. طب لما نيجي للمفهوم الديني، عشان بس نبقى فاهمين وبشكل أوقع، المفهوم الديني قال لي برضو نفس الأمر، هو غير متعارض، دولة. تعال نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، فين دولة الإسلام؟ الإقليم بتاعها إيه؟ المدينة المنورة. فين الشعب اللي عايش؟ ها؟ مهاجرين وإيه؟ وأنصار. أدي الشعب اللي عايش مع بعضه في إقليم الدولة. فين السلطة الحاكمة؟ في سلطة ولا ما فيش سلطة؟
السلطة دي يمثلها مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي بس النبي ما كانش ملك، صح؟ أيوة ما كانش ملك، بس إيه الدليل عندنا إنه دي دولة بكل المعايير؟ قال لي الدليل ببساطة شديدة إنه أهل المدينة قبل هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على إنهم ينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو بعد كده بقى رأس الإيه؟ المنافقين. اتفقوا إنهم ينصبوا ملك وكانوا ينظمون له الخرزة في التاج. وأول ما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسي الناس أمر عبد الله بن أبي بن سلول، وبقت الكلمة الأولى والأخيرة في المدينة لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بين المسلمين هو اللي بيحكم بينهم، تحصل حاجة مع اليهود يروحوا يحكموه، مشكلة بين المسلمين واليهود بنص المعاهدة الحكم فيها لله ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دولة ولا مش دولة؟ طيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمرحلتين ومعاه المسلمين، عاشوا في مكة أدي وطن، راحوا المدينة بقت برضو إيه؟ وطن. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جماعة احنا ملناش دعوة بالأرض، الإسلام ده حاجة جوه قلبنا؟ لا، لأن اللي يدرس باب الجهاد يفهم إنه في حاجة اسمها أرض الإسلام. أرض الإسلام يعني إيه؟ دي الوطن، ده تعبير فقهائنا قديما، يقول لي دي أوطاننا، فيقولوا إحنا كمسلمين عايشين دي اسمها أرض الإسلام. الإسلام اللي هو فين؟ الإسلام اللي فينا، اللي إحنا بنحكم هذه الأرض، أصبحت هذه هي الأوطان. في نقطة محتاجين نوضحها، هل الجهاد شرع لحماية الأوطان أم لحماية الدعوة؟ ده سؤال مهم. ليه؟ عشان نفهم العلاقة بين الدين والوطن. الجهاد في الإسلام شرع لحماية الوطن، حماية الأرض، ولا لحماية الدعوة؟ الناس تيجي تفكر فتقول لحماية الدعوة، فالدعوة محتاجة ميليشيات مسلحة. غلط. لو كان فرض لحماية الدعوة كان فرض من والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إنما فرض لحماية الأرض الوطن والنبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة، بدليل إنه ما حاربش في مكة، لأنه الحرب في مكة تبقى حرب داخلية، بس ده عشان حماية الدعوة. يا سيدي الفاضل، أن الدعوة داخل الناس، الإسلام الدين نفسه جوانا، إقامته جوانا، اللي هو تقيمه إزاي؟ إيه المعالم بتاعته؟ فرض الإسلام، فرض الجهاد في سبيل الله لحماية أرض المدينة المنورة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة أصبح الجهاد فرض لحماية هذا الوطن، بقى في وطن، بقى في دولة، ومن هنا فرض الجهاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلاقي إن في أي اعتداء على المدينة كان يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنها. الدعوة تحتاج أدعو إلى سبيل، الوسائل بتاعتها إيه؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دي الوسائل بتاعت حضرتك، حضراتكم دعاء، كل واحد من حضراتكم ماشي معاه سلاح، ماشي معاه حرس، ليه؟ مش دي الوسائل بتاعتك، إنما الجهاد فرض لحماية الأوطان، فحضرتك بتدافع عن وطن، يبقى ساعتها بتشيل سلاح وتدافع عن هذا الوطن. طيب، إيه اللي خلى الفتوحات الإسلامية؟ قال للفتوحات الإسلامية عشان إحنا هنحمي الدعوة وهننشر الإسلام. يا سادات الأفاضل، ارجع للتاريخ، سنة 8 هجريا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سفير من عنده يحمل رسالة إلى أمير بصرة في الشام. فين بصرة دي؟ في سوريا. يستوقفه ملك الغساسنة، الغساسنة دي موقعها جنوب الأردن. يقوم طالع، أنت مين وأنت رايح فين وجاي منين؟ فيقوم مستوقفه، أنت تبع مين؟ يعرف أنه رسول من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيقتل دون أن يسمع له. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بلغه الخبر يعرف إنه القاعدة العالمية في ذلك الوقت أن السفراء لا يقتلون، وإن قتل السفير معناه إعلان الحرب والبدء فيها. يبقى هو ضربك، أعلن الحرب عليك وضربك ومستني إن حضرتك ترد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش يخوض معركة اسمها غزوة مؤتة، يروحوا يحاربوا الغساسنة، يفاجأوا وهم ماشيين وعددهم 3000 بأن قوات الروم طلعت حاربهم. الروم دول جايين منين؟ من روما. الله، إيه اللي جاب الناس من روما في أوروبا إلى عندنا؟ ترجع حضرتك إلى القانون الروماني القديم. في القانون الروماني كانت فلسفته تقوم على أن العالم كله عبيد،
كل الناس ايه؟ احفظوا الكلام ده كويس، وان الاحرار في العالم هم سكان مدينة روما، وان المواطن الروماني يفقد حريته عندما يخرج من روما. خرج بره روما بقى عبد، رجع تاني روما استرد حريته. حصل بعدها تطور في الفلسفة الرومانية، قال لي سكان مدينة روما أحرار في كل مكان، إنما العالم كله إيه؟ عبيد. طب إحنا عايزين ننعم على العالم بالحرية، نعمل إيه؟ قالوا نحتل العالم ونحكمه. فمن هنا احتل الرومان العالم، جنوب أوروبا، مصر وشمال إفريقيا، بلاد الشام، ووقفوا عند جنوب الأردن، لقوا المملكة السعودية أو شبه الجزيرة العربية دي شوية صحراء لا فائدة فيها، فلم يحتلوها. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نشوف الإسلام عمل إيه؟ الإسلام حارب هؤلاء دفاعاً عن الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم بعت 3000 يؤدبون الغساسنة اللي هم عرب زينا، فخرج لهم 100,000 مقاتل من الروم، اشتبكوا معهم وقتلوا من قتلوا منهم وعادوا بعد ذلك. استشهد في المعركة دي 12 شهيد، منهم 3 القادة، سيدنا زيد بن حارثة، وبعده سيدنا مين؟ جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار، وبعده مين؟ سيدنا عبد الله بن رواحة. لما تزور مكان المعركة تلاقي قبر سيدنا زيد وسيدنا جعفر الاثنين جنب بعض في مسجد كبير، قبر سيدنا عبد الله بن رواحة بعدهم بمسافة مشي 5 دقائق في مسجد لوحده، لأنه حصل كر وفر واتساع لرقعة المعركة. واضح الأمر ده؟ طيب سيدنا جعفر وهو بيموت اسمه ليه جعفر الطيار؟ لأنه إيده اتقطعت، وبعدين كان إيده اتقطعت في إيه؟ شايل الراية اللي هي إيه؟ العلم، ترجم للنهاردة، شايل العلم بتاع إيه؟ رمز الوطن اللي هو رمز للدولة الإسلامية. قطعت يمناه حمل الراية بيسرى، قطعت يسرى حمل الراية بعضدي الجزء ده. ثم استشهد سيدنا جعفر بن أبي طالب. رواية البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر أنهم وجدوا به 50 جرحا كلها من الأمام ليس فيها جرح في ظهره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صليته عليه قاعد في المدينة المنورة بينقل للصحابة تفاصيل الغزوة، يقول لهم أصيب زيد، حمل الراية جعفر، وبعدين يقول قطعت يمناه، حمل الراية بيسراه، شوية يقول لهم قطعت يسراه، حمل الراية بعضدي. يبكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدله الله خيرا منهما جناحين أراه يطير بهما الآن في الجنة. يبقى اللي عمله سيدنا جعفر كان صح ولا غلط؟ إنه يفضل يدافع عن العلم اللي هو رمز لهذا الوطن. اللي عمله صواب ولا خطأ؟ صواب، دخل الجنة، لو خطأ كانت عاقب فين؟ في النار، وكان ربنا قال له أنت ليه؟ إيه اللي خلاك تمسكت؟ علم إيه اللي أنت بتدافع عنه ده؟ ليه حتة القماشة اللي أنت ماسكها؟ لكن ده رمز، ده إيه؟ ده رمز. اللي يدخل بيت حضرتك عفواً ويلاقي جلابية أبوك محطوطة على الكرسي ويقوم ماسكها وحاططها في الأرض واقف عليها، تفرح؟ تقول لك إيه يا عم دي حتة قماشة، تقول له كانت قماشة وهي في المحل، إنما لما أبويا فصلها ولبسها وحطها على جسمه بقت إيه؟ رمز لأبويا، صح ولا غلط؟ وهكذا الأعلام دي رموز للأوطان. طيب اشتبك المسلمون واستشهد القادة 3، وبعدين سقطت الراية على الأرض، مسكها واحد من المسلمين قال أيها المسلمون اصطلحوا على رجل منكم، شوفوا مين قائد. قالوا له أنت، مش أنت اللي شايل الراية؟ يبقى أنت القائد. قال أنا لا أصلح لها، أنا ما ينفعش قائد، أنا جندي، أنا دوري أحارب، لكن أنا ما ينفعش أكون إيه؟ قائد، ودي الأمانة. طب مين اللي يتولى؟ في واحد لسه مسلم قبل المعركة دي بحوالي 3 شهور ولا أكثر أو أقل، يعني ما كملش، لا هو مسلم من أيام سيدنا أبو بكر ولا مسلم من أيام مكة. اسمه إيه الراجل ده؟ اسمه خالد بن الوليد، بس الراجل ده ضليع في الحرب، فأعطاه الراية. سيدنا خالد بيقول تكسرت في يدي يوم مؤته 9 أسياف. تخيل لما حضرتك تبقى بتحارب والبندقية الأولى من شدة الضرب تعطل وترميها وتجيب بندقية تانية وترميها وتغير البندقية تالت،
10 بنادق في ايدك في اليوم ده، ايه شدة الضرب ده؟ يقول: وما ثبت في يدي الا صفيحة يمنية، يعني سيف مصنوع في اليمن. كمل سيدنا خالد الحرب وجيب الليل، قام عامل خطة قال: في حاجة اسمها امر قتال، ودي رجاء يا سادتي الافاضل نفكر فيها، اي عملية عسكرية ليها امر اسمه امر قتال، الهدف من العملية دي ايه؟ انت هتعمل ايه وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا روحوا حربوا، ليه؟ قال: عشان نأدب الغساسين. قال: احنا أدبناهم، لو فضلت اكمل في الحرب وانا بحارب الرومان اللي هم قوة اكبر مني، يبقى انا هضيع التلات الاف اللي معايا، هضيع الجيش اللي معايا، ما ينفعش. فالحل ايه؟ المهمة أديتها، ارجع بقى ازاي بيهم سليم، يبقى كيف انسحب؟ فجي سيدنا خالد كما تعلمون جاب الميمنة مكان الميسرة، والميسرة مكان الميمنة، والمقدمة مكان المؤخرة، والمؤخرة مكان المقدمة. ادي اول تبديل تكتيكي بالليل. وبعدين جه ام واخد سرية من الجيش مهمتهم على بعد، والارض هناك تلاقيها مرتفعات ومنخفضات، وامرهم انهم يثيروا الغبار. العدو توهم انه في مدد تاني، ايه اول ما شافوا وجوه مختلفة قالوا ده مدد، تمام، الغبار اللي بعيد يبقى في مدد تاني. وبعدين بدأ يقاتل وينسحب، ويقاتل وينسحب، ويقاتل وينسحب. قائد الرومان من فوق تبة بيتابع المعركة، قال: قائد العرب ده بينسحب ليه؟ أكيد محضر لنا كمين. فأعطى أمرا لجنوده بألا يتبعوا المسلمين. استطاع سيدنا خالد بن الوليد أنه يفر بالمسلمين وأنه يرجع على المدينة المنورة. المسلمون أول ما استقبلوهم لم يستقبلوهم بالورود، ده قالوا لهم: أنتم الفرار. استقبلوا جيش سيدنا خالد بإيه؟ باللوم والعتاب، قالوا لهم: أنتوا فريتوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم الكرار. وأم ملقب سيدنا خالد بن الوليد بأنه سيف الله المسلول، هل حمل الراية سيف من سيوف الله، ده شهادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضرب الرومان أصبحت من هنا العلاقة بين المسلمين والرومان علاقة حرب. السنة اللي بعدها سنة 9 هجريا الرومان أعدوا 40,000 من خيرة مقاتليهم، قوات كوماندوز رومانية، هيعملوا إيه؟ بيتدربوا تدريبات مخصوصة عشان يغيروا على المدينة المنورة، يمسحوا المدينة المنورة بالكامل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال: يا جماعة إحنا هنحارب الروم. النبي ما كانش بيعلن ده، إنما أعلن: إحنا هنحارب الروم، استعدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى إنه قرار الحرب لابد أن يتخذ قبل هجومهم، لو أعدنا المدينة هي اللي هتباد، فإحنا الحل الهجوم خير وسيلة للدفاع. ده اسمه إيه؟ بيسموه في العسكرية ضربة إجهاض، ويسموه ضربة استباقية، لأنها قواتها تغير عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة وقام طلع لهم ب30,000 مقاتل، وفاجئهم. المفاجأة شلتهم عن أن يلتقوا بالمسلمين، بس خلاص قعد معسكر 20 يوم، وبعدين قام منسحب بالجيش تاني وهو جنبهم، ولم يجرؤوا على مقاتلته. أصبح اسمه نصر سياسي، مش نصر إيه؟ عسكري. حلل السيرة وافهمها، وافهم الواقع كويس قوي. من هنا أصبحت العلاقة بين المسلمين والرومان علاقة حرب. عشان كده الفتوحات ليه؟ بتأمن الوطن. في حاجة اسمها الأمن القومي، والأمن القومي للبلاد وللأوطان لا يبدأ من داخل حدود الدولة، إنما أنا عشان أأمن مصر لازم السودان تبقى في أمان، لازم ليبيا تبقى في أمان، عشان أأمن بيتي لازم البيوت اللي حواليا ما يبقاش فيها حرائق، لو فيها حريق عرضة بيت إنه يتحرق. واضح الأمر ده؟ الرومان أقاموا دولة الغساسنة من العرب عشان الأمن القومي ليهم، عشان أي مشكلة مع العرب عرب مع العرب، ما حدش يشتبك مع الرومان، دي اسمها حدود الأمن الإيه؟ القومي. دولة الحيرة اللي أقيمت في العراق اللي أقامها الفرس للأمن القومي لهم. واضح هذه الأمور؟ يبقى العلاقة بين الدين والوطن إيه؟ علاقة يعني الاثنان وجهان لعملة واحدة. أنا هختم بآخر جملة هقولها لحضراتكم. البعض تصور قال: أنا عشان أبقى منتمي لدين ما ينفعش أنتمي الوطن. خطأ. لما أسأل حضرتك: حضرتك منين؟ تقول لي: أنا مصري. منين في مصر؟ تقول لي: من محافظة كذا.
منين فيها؟ تقول لي من مركز كذا، من قرية كذا. يبقى حضرتك بتنتسب إلى عيلة، وتنتسب في نفس الوقت القرية، وفي نفس الوقت منتسب لمركز، وفي نفس الوقت منتسب لمحافظة، ومنتسب لمعهد، ومنتسب لكلية، ومنتسب لجامعة، مش كده؟ هل الانتسابات دي متعارضة مع بعضها؟ كون إن حضرتك مسلم مصري ده في تعارض؟ يا مسلم يا مصري؟ لا. فحضرتك مسلم ده ديانة، انتمائك الوطني لمصر. ونرجو إن الدولة الدول الإسلامية كلها تتحد، حاجة جميلة، لكن إلى أن يحدث هذا أنا منتمٍ إلى بلدي ولها فضل علي، وأقول إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. حتى أنها قالت وأكرر هذا واحفظوه: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي. مصر محفوظة، وأسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يحفظنا وأن يحفظ شعبنا وأن يحفظ جيشنا وأن يحفظ أرضها وسماءها وكل ما فيها، وأن يجعلها مباركة، وأن يرد كيد الكائدين عنها مدحورين مذلولين، وأن يقهرهم، وأن نرى ذلك بأعيننا وأن نفتخر. أسأل الله ألا تذل راياتها، وألا تخفق في يوم أعلامها، وأن تظل مرفوعة دائما راياتها، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. حفظكم الله وآواكم وسلمكم وأهليكم ونصركم، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيك. في ختام هذه الأمسية الطيبة والتي أقيمت تحت عنوان هام جدا، العلاقة بين الدين والوطن، في بدء الأسبوع الثقافي من مسجد مصطفى محمود، والمقامة تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ونشكر ضيوف الندوة فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة، ونشكر فضيلة الدكتور محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود. ونختم ونقول: حافظ الله الوطن، حافظ الله الجيش. وكما بدأنا نؤكد أن التاريخ يعيد نفسه، وأسوة برسول الله وأسوة بالحروب النبوية الشريفة كان انتصار 1973، وأسوة بما حدث قبل ذلك عن امتداد الأمن القومي، فنحن نحافظ على الأمن القومي المصري الذي زي ما قال فضيلة الدكتور محمد عبد العال الدومي يمتد إلى خارج مصر، إلى البلاد المجاورة. علشان كده الأمن القومي المصري محفوظ، وزي ما قلنا بجيش شريف وصلب. كما بدأنا بالصلاة على الحبيب، نختم هذه الندوة الطيبة بالصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أمه وأبيه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.